وعبر التطبيق زوم نرحب معنا في بانوراما بجلاء صفدي مدير القسم العربي لإدارة المجتمع والشباب بوزارة التربية والتعليم. أهلا وسهلا بك سيد جلال. مساء الخير أخت مرام إليك ولجميع المشاهدين. مساء الورد. يعني المسؤولية بتقع على عاتق الأهل لحتى يضمنوا اختيار مخيم صيفي أفضل وأنسب لأولادهم من الناحية التربوية وأيضا من ناحية الأمان والراحة والصحة والسلامة. شو هي النصائح اللي أنت بتعطيها لحتى الأطفال يقضوا صيف ممتع آمن صحي؟ قبل ما نيجي للنصائح، احنا بنقول انه في بإسرائيل ما يسمى قانون المخيمات الصيفية. هذا القانون سنة 1990. شو بيقول هذا القانون؟ هذا القانون بيقول كل تكتل طلابي 11 طالب فما فوق ليومين فما أكثر فهذا يعد مخيم. يعني الأهالي لازم يعرفوا، واللي بيشغلوا مخيمات لازم يعرفوا أنه في قانون اللي فيه نظم وفيه أشياء أساسية اللي بتحدد شو المخيم وشو الشغلات اللي لازم يعملها. إحنا اليوم كوزارة التربية والتعليم اللي مسؤول عن تنفيذ وتجسيد هذا القانون، عملنا دورات مكثفة في الفترات الأخيرة وما زلنا نقوم بهذه الدورات لتأهيل اللي بيشغلوا المخيمات، تأهيلهم من ناحية قانونية بالأمن والأمان، من ناحية المضامين، من ناحية شو تركيبة المخيم تكون وكيف وين يروحوا وين الأماكن مسموح بركي ممنوع بركي. كل هاي الشغلات احنا بنمررها لأصحاب المخيمات اللي بيشغلوها، وبعد ما ياخذوا التصريح بيروحوا على السلطة المحلية وبيطلعوا رخصة بسموه يعني رخصة مصلحة رشايون عيسك. فكل مخيم، أول نصيحة للأهالي لازم يسألوا إذا هذا المخيم مرخص ولا مش مرخص، لأنه إذا مرخص معناته يخضع للقانون ويخضع لكل ترتيبات الأمن والأمان والتأمين في هذا المخيم والمضامين طبعا. طب قبل ما نوصل للنصائح، طيب تفضل كمل. ثانيا، من هو مشغل هذا المخيم؟ مين وراء هذا المخيم؟ شو أهدافه؟ هل هو مخيم تجاري اللي بس هدفه يشبي مصاري، أو إنه مخيم فعلا ترفيهي تعليم؟ بعد ما إحنا نعطي المصادقات هاي ننطلق إحنا كوزارة التربية والتعليم في المئات من المخيمات، فيما يسمى المخيمات الخاصة اللي هو جمعية خاصة أو مشغل خاص بيعمل مخيم خاص، وعادة بتكون هاي المخيمات غالي جدا باهظة جدا، وفي مخيمات اللي هي تابعة للسلطة المحلية وغاد بيكون طبعا السعر بيكون مخفض لكل الأولاد. طيب، بس إحنا إسا من 1/7 تفضلي. لا تفضل. من 1/7 إحنا بدنا نبلش بالمخيمات بسموه مدرسة الصيف، مدرسة العطلة الصيفية اللي بتبلش بكل الصفوف أوائل حتى صف رابع، اللي هدول بيكونوا 21 يوم، بيجي الطالب 5 أيام بالأسبوع وبأخذ برامج وفعاليات إثراء لحديث الساعة 1. فهذا المخيم بده يستمر ل 21/7 لكل المدارس العربية والبدوية وكل المدارس في إسرائيل بالأحرى. لسه من حسب الإشكال، حسب الوضع الاقتصادي، المجالس والسلطات المحلية العربية هي موجودة من 1 ل 3، فأغلبها بتكون مجانية. طبعا اللي بيكون وضعه أحسن بده يدفع، خاصة في المناطق اليهودية بيدفعوا أكثر. فإحنا اليوم في عنا العديد من البرامج، إذا بتحبي بسرد لك إياها، بس بشكل كبير إحنا بنحكي عن مخيمات، في عنا استعدادات عم نأهل أصحاب ومشغلين للمخيمات بشكل مهني بشكل قانوني على أساس إنه يتجاوبوا مع هاي النظم حسب قانون المخيمات 1990. هذا السؤال اللي أنا كنت أسأله، إذا في رقابة على المخيمات الصيفية وكل هاي الأمور، فلغيت لي هذا السؤال. واضح إنه في رقابة وفي متابعة. لا، الرقابة كمان مش بس بالورق، وإنما رقابة في عنا أكثر من 20 مفتش بالحقل اللي هن مفتشين في وزارة المعارف، اللي وظيفتهم يطلعوا ويفحصوا كل مخيم إذا فيه ترخيص. وبالإضافة لذلك في عنا كمان مشغل خارجي اللي هو كمان في عنده مراقبين اللي بيساعدنا في المراقبة على أرض الواقع طبعا. وكل إنسان بيفتح مخيم مش مرخص طبعا، إحنا كوزارة لنا الحق إنه نفتح ضده ملف جنائي. ملف جنائي اللي ممكن يأخذ عليه عقوبة حتى 6 أشهر سجن، لأنه هذا القانون، هذا بنص القانون. عشان هيك أول نصيحة لسؤالك اللي أنت سألتيه، الأهالي يسألوا إذا المخيم مرخص.
صحيح، لأنه إذا مش مرخص في مشكلة، ما في ضمانة ولا شيء. طب أنا عندي كمان سؤال لك حضرتك، إذا عندك أطفال شو هو المخيم اللي بتبعتهم عليه؟ ترفيهي، تعليمي، شو المخيم اللي بتفضل إنك تبعتهم عليه؟ يعني أنا بدي أحكي لك بصراحة، يعني هني ما صدقوا الأولاد خلصوا المدرسة، كنا نجيبن على مخيم تعليمي مفضل يكون ترفيهي أو يكون فيه شوي تعليمي وفيه ترفيهي، خلي الأولاد ينفسوا عن نفسهم، ينبسطوا، يكيفوا، يكون في عند الإثراء، لأنه أولادنا بالصيف للأسف نهارهم بيصير ليل وليلهم بيصير نهار. فإذا إحنا منيجي منقول لهم في مخيم تعليمي بفضلوا يضل النايمين، والأهالي اليوم فقدوا نوعا ما السيطرة على هذا الموضوع. فإحنا منقول منحط 70% ترفيهي، اللي الولد يجي يروح بركة السباحة أو يعمل فعاليات في مجال الرياضة والفنون والموسيقى في المدرسة، ورحلة كمان يكون في خارج المدرسة، وبالإضافة ممكن كمان بوسائل غير عادية يعملوا أشياء تعليمية ليستفيدوا، ممكن تعليم اللغة الإنجليزية عن طريق الألعاب أو تعليم الرياضيات عن طريق الرياضة. في كتير مجالات اللي إحنا منشجع هذا الإشي. فأنا ابني ببعته على نوع هيك من هذا المخيم اللي يكون فيه ترفيه 70-80% و20-30% يكون تعليمي، على أساس أنه نجذبه للطالب ويصير يتشجع يقوم الصبح ينزل على المخيم. اسمح لي أنه أشكرك جزيل الشكر جلال صفدي، مدير القسم العربي لإدارة المجتمع والشباب ووزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك. بس في ملاحظة صغيرة أخت مرام، أنه إحنا حاليا بدنا ننطلق في نداء لإشي اسمه بناء مراكز شبيبي لكل المجتمع العربي بقيمة تقريبا 250 مليون شيكل، لكل المجتمع العربي اللي فيش عنده بناية لمركز شبيبي. احنا بدنا ننطلق فيه كمان شهر، بدنا نطلع وهيك بنقدر نغطي كل مجتمعنا العربي انه فعلا فيه بنايات للشبيبي اللي ممكن يلاقوا نفسهم بهذا الشيء. شكرا لك جزيل الشكر جلال صفدي، مدير القسم العربي لإدارة المجتمع والشباب بوزارة التربية والتعليم، شكرا لك. يعطيك العافية.